السلام عليكم ورحمة الله. ویلکم ٹو زخرف القرآن چینل. ہم اپنا اگلا سبق سٹارٹ کرتے ہیں پارہ نمبر آٹھ رکوع نمبر تین سے تلاوت قرآن تجوید کے ساتھ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا؟ قالوا شهدنا على أنفسنا وغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين. ذلك أن لم يقل ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون. ولكل درجات مما عملوا وما ربك بغافل عما يعملون. وربك الغني ذو الرحمة إن يشأ يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء كما أنشأكم من ذرية قوم آخرين إنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون. ما تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون. وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا. فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم ساء ما يحكمون. وكذلك زجنا لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم ليردوهم وليلبسوا عليهم دينهم ولو شاء الله
الله ما فعلوه فذرهم فذرهم وما يفترون. وقالوا هذه أنعام وحرث حجر لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم وأنعام حرمت ظهورها وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها افتراء عليه سيجزيهم بما كانوا يفترون. وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا وإن يكن ميتة فهم فيه شركاء سيجزيهم وصفهم إنه حكيم عليم. قد خسر الذين قتلوا أولادكم سفها بغير علم وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله قد زلوا وما كانوا مهتدين. صدق الله العظيم.